الذهبي بعد الإطاحة بفيلة كوت ديفوار، والفرحة تغمر قلوب الجزائريين. مشجعو المنتخب الوطني يصنعون الفرجة داخل الوطن وخارجه، ووزير الشباب والرياضة يعلن عن إمكانية نقل المزيد من المشجعين لمساندة محاربي الصحراء. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من أخبار الخامسة. إذن هي الفرحة التي عمت أرجاء الوطن وغمرت قلوب الجزائريين عقب تأهل المنتخب الوطني بكل جدارة واستحقاق إلى المربع الذهبي بعد أدائه البطولي أمام فيلة الكوت ديفوار أمس بملعب السويس في إطار الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا، حيث تأهل على كوت ديفوار بضربات الترجيح بعد انتهاء المقابلة بنتيجة هدف مقابل هدف بعد الوقت الإضافي. موفد تلفزيون الجزائري محمد شماني. 120 دقيقة بضغط عصبي وشد أتعب وأنهك اللاعبين كما بالماضي بعد أسبقية الخضر الذين تحدوا الظروف المناخية الصعبة والسفر في يوم المباراة. سجلوا وأنهوا الشوط الأول بهدف سفيان بيغولي. كان بالإمكان أفضل مما كان في مرحلة مرهقة متعبة للجميع. الأنصار رافقوا اللاعبين والطاقم نحو الحلم الجديد. C'est pas que les joueurs qui sont sur le terrain, les joueurs sur le banc, les coachs, les intendants, le staff médical qui bossent jour et nuit avec nous, qui rechignent pas pour travailler. Donc faut féliciter tout le monde. جمهورنا وشعبنا يستاهل cette fierté ou cette joie ou هذه الفرحة. C'est ça. هذه الفرحة والحمد لله احنا نلعبوا. On joue pour notre pays, on est fier pour notre et content pour notre pays. الشوط الثاني الذي بدأه رفقاء بنجاح كما يجب عرف تضييع فرصة قتل المباراة من ضربة جزاء ليعود الإيفواريون. تعديل النتيجة جعل اللقاء متكافئا صعبا مغلقا باستنزاف التغييرات. الحاجة الأولى نعتذر على الجمهور الجزائري كاع كامل اللي كانوا يتفرجوا بالك حبس لهم قلبهم. انا قلبي مات من لا غالب. هذه كرة القدم ان شاء الله راح في الدومي فينال راح نعطي كاع شي عندي باش نفرحهم ان شاء الله. السويس شهدت مرة أخرى ملحمة جزائرية بعنوان الكرة، هذه المرة أبطالها لاعب المنتخب الوطني الجزائري وزادها أنصار من ذهب حلوا من كل صوب ليكونوا هنا بالقاهرة. بعثة التلفزيون الجزائري محمد شماني، السويس. هذا وعقد الناخب الوطني إلى جانب مدرب المنتخب الإيفواري ندوة صحفية أكد خلالها أن المقابلة كانت صعبة جدا أمام فريق كان منظما ومنسجما، ولكن اللاعبين عرفوا كيف يتحكمون في هذه المقابلة. وأضاف أنه سعيد جدا بهذا التأهل إلى نصف النهائي، وأن طموحه هو وضع الجزائر في مصاف الفرق الإفريقية. نعم. C'est vrai que c'était un match à tension. On arrive sur les pénalties. Le scénario des pénalties aussi était rempli de suspense. Il y a le joueur qui est à côté de moi qui a eu sa fatale. Un gamin que tout le monde adore, qui est tellement, tellement généreux. C'est tellement le football que l'on veut. Humainement, c'est humainement magnifique. Avec beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme. C'est les footballeurs modernes avec beaucoup d'enthousiasme. Et le voir assis à côté de moi, ne pas pouvoir tirer et souffrir et pleurer parce qu'il voit que ça devient difficile alors qu'il a l'épaule en vrac. Si là on réagit pas, c'est qu'on n'est pas humain. Merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence. وفي تصريح للصحافة عقب انتهاء المباراة أكد وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي أن الحكومة ستواصل مرافقة المحاربين في مشوارهم بالكانة، معلنا عن إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لنقل أعداد أخرى من الأنصار لمساندة الخضرة. قبل المقابلة قلنا لو كان بنصف هدف هذا هو المستوى العالي. شفت تلعب على الجزئيات. حنا الحمد لله المهم الفوز ربي ما خيبناش. فرحان جدا خاصة المناصرين اللي تعبوا كثير، يعني تقريبا عندهم يومين ما رقدوش باش يشجعوا المنتخب الوطني. العموم
كما قلت لك الحظ حالفنا، وحنا الهدف قلنا المنشود كاس افريقيا ولما لا، ان شاء الله هذه على كل حال اقل شيء رانا ضامنين لا بتيت فينا كما قلت النهائي المصغر، لكن حنا نظن الفريق هذا عنده مقدورات اللي كل الناس عارفه باللي يقدر يكسب كاس افريقيا، ونتمنى ان شاء الله حقيقه يعني حتى شفنا الحراره والظروف التعب والتنقل يعني من الفندق كان اليوم يعني اكثر من ساعه طريق سفر نقدر نقولوا من المدينه للمدينه، ويعني شفنا يعني حقيقه الشيء اللي فرح انه اللاعبين البداله اللي دخلوا يعني ما حسيناش باللي عطال خرج ولا حتى باللي بونجاح دخل، فريق نقدر نقولوا متكامل، وهذا الشيء يحسب على الناس اللي راهي تعمل خلى راسهم موديل الناخب الوطني وكل المجموعه. ما نساوش جنود الخفاء نهنوهم ونقول لهم المنافسه مازال متواصله، ونتمنى ان شاء الله ولي ملك كاس افريقيا فيه يعني حديث على تدابير اخرى لمخطط لتنقل اكبر عدد من المناصرين اللي راح يكون نتمنى ان شاء الله بالالاف ان شاء الله، نتمنى بما انه الشعب ابدى اراده باش يحضر في هنا في القاهره، والحكومه الدوله الجزائريه سخرت كل الامكانيات، ونهني ايضا يعني كل من ساهم في تنقل هذا المناصرين في ظرف قصير جدا، في ظرف ساعات قدرنا نقل اكثر من 1200 مناصر في ظروف نقدر نقولوا جد حسنه، شفنا الحافلات هنا على مستوى عالي، الاكل تاعهم التعطير تاعهم هذا يحسب على المنظمين وشكرا لهم. وللحديث عن هذا الإنجاز الذي لم يحققه المنتخب الوطني منذ 9 سنوات ببلوغ الدور النصف النهائي، معنا في بلاتو النشرة اليوم الزميل الإعلامي في القسم الرياضي يوسف رزيك. يوسف أهلا بك. مساء الخير فريدة. يوسف، مباراة صعبة جدا كما وصفها الناخب الوطني أمس. بالفعل هي مباراة صعبة جدا، لأننا تجاوزنا 90 دقيقة ولعبنا 120 دقيقة كاملة أمام منتخب كوت ديفوار، منتخب كان من بين الفرق المرشحة للتتويج بهذا هذه هي الطبعة 32 من كأس أمم إفريقيا، وكذلك منتخب الذي فاز مؤخرا فقط في 2015 بكأس أمم إفريقيا، يعني الكل كان ينتظر في هذه الصعوبة أمام الفيلة الإيفوارية، لكن المنتخب الوطني الجزائري أصبحنا سقف طموحات الجزائريين ارتفع من خلال المشوار الذي أداه المنتخب الوطني الجزائري، من خلال الدخول في المنافسة بفوز أمام كينيا بهدفين لصفر، ثم السنغال بهدف لصفر، ثم تنزانيا ب3-0، بعدها في الثمن النهائي واجهنا منتخب غينيا وفزنا ب3-0، وعدنا لنلتقي بالكوت ديفوار مرة أخرى في الدور الربع النهائي، فزنا بضربات الترجيح كانت شاقة طويلة، لكن في الأخير المنتخب عرف كيف يسير اللقاء ككل. بونجاح كان بإمكانه أن يفوز أو يجعل المنتخب يفوز في الوقت الرسمي للمباراة لولا أنه ضيع ضربة جزاء، بكى وأبكى الجزائريين، لكن ربحنا إن صح التعبير روح المجموعة بالنسبة للمنتخب والروح القتالية وهيبة المنتخب الجزائري. ربما أنتم كصحفيين في القسم الرياضي أو كمحللين يهمكم التدقيق في المباراة، لكن ما يهمنا هنا نحن هو الفوز. يوسف، الموعد القادم سيكون الأحد القادم أمام مرشح آخر وهو نيجيريا، كيف ستكون المهمة في رأيك؟ هي مباراة أخرى تماما بالمقارنة مع منتخب كوت ديفوار، لكنها مباراة بنفس الصعوبة، أقول بنفس الصعوبة. لماذا؟ لأن المنتخب النيجيري لديه 3 كؤوس إفريقية، لأن المنتخب النيجيري أقصى حامل اللقب في الدور ثم النهائي الكاميرون ب3-2، لأنه فاز أيضا المنتخب النيجيري على جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي بهدف لصفر، وسيكون النسور التي عودتنا على تواجدها دائما في المربع الذهبي أو في النهائيات ستكون حاضرة بقوة، لكن قلت أن المنتخب الوطني الجزائري أبان عن علو كعبه، الناخب الوطني جمال بلماضي أعطى لمسة خاصة للمنتخب، وأصبحنا نحن أيضا من بين المرشحين بالتتويج بهذه الكأس، لذلك البارحة جمال بلماضي قال في الندوة الصحفية أن الفرق الثلاثة المتواجدة في الدور النصف نهائي بالإضافة إلى الجزائر كلها فرق مونديالية
والجزائر ستسترجع بريقها وس... وهل برأيك يوسف يومين كافية للراحة والاستعداد أكثر لهذه المقابلة؟ لدينا يوم ناقص صراحة بالنسبة لمواجهة نيجيريا، نيجيريا لعبت قبلنا وسيكون لها يوم راحة إضافي عنا، لكن الآن ونحن في 2019 كل إمكانية موجودة للاسترجاع للوقوف عند استعداد التشكيلة الوطنية من خلال الطاقم الطبي المتواجد والإداري. كل الأمور مضبوطة بالنسبة للمنتخب الوطني، خدينا بعد عالمي بالنسبة للإدارة في المنتخب الوطني الجزائري، لذلك لا خوف على المنتخب الوطني الجزائري، وإن شاء الله طموحات الأنصار الذين سيتنقلون مرة أخرى إن شاء الله لمناصرة الخضر هنالك بالقاهرة أو هنا بالجزائر ستلتقي إن شاء الله بطموحات التشكيلة في التتويج بالنجمة الثانية والعودة بالكأس الإفريقية إن شاء الله. بإذن الله يوسف، نتمنى أيضا أن يكون الخضر في كامل لياقتهم البدنية يوم الأحد القادم إن شاء الله. وإن شاء الله الفوز. شكرا الله لك يوسف. شكرا. إذن تأهل المنتخب الوطني جاء بعد الأداء الكبير والروح التي تحلى بها اللاعبون على أرضية الميدان والأجواء التي صنعها اللاعب رقم 12 المناصرون من مدرجات ملعب السويس. أجواء الفرحة ينقلها لنا عبد الرزاق رمضان. أمانيهم صغيرة على الورق وآمالهم كبيرة للمضي قدما نحو الهدف المنشود، رفقة كتيبة بالماضي التي لم تخيبهم وكانت في مستوى التطلعات. قبضت لنا الكريز قريب حبس قلبي، بس الحمد لله ربي كان معنا ووفقنا باش كاليفينا الدوزي الدومي فينال. الحمد لله كيت كاليفينا وان شاء الله لا دومي فينال وان شاء الله لا فينال ان شاء الله، ورانا توجور في القهوه زاهيين ان شاء الله. ويعطيهم الصحه وفرحونا 120 دقيقه والستريس والغمه والقلب والسكر ولا طونسيون، مي بصح معليش يعطيهم الصحه ما قريكم تخسروا، يعطيهم الصحه لعبوا مليح وشرفونا. من كل أرجاء الوطن قادموا وهدف واحد جمعهم، حبهم وشغفهم بألوان راية الوطن. الفريق أيضا تاعنا كان قوي جدا جدا، وهذه كرة القدم حتى تلعب حتى الدقائق الأخيرة. يعطيهم الصحة اليوم الأولاد داروا لنا غرو ماتش، أنا نعتبره أحسن مقابلة في الدورة هذه. هذه البداية ومازال صح نيجيريا بربي إن شاء الله ونزيدو نربحو نديو الاولى فينال ونديو كوب دافريك حنا لي زالجيريا ونقدروا لها. الحمد لله كي تكاليفينا وفرحنا ربي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لالجيري من قلبي واجودي فينا لالجيري. هم هكذا دائما ابناء الجزائر، رفع التحدي هو شعارهم، كانوا خير سفراء مساندين مؤازرين، إيمانهم بالخضر لم يتزعزع للحظة، ليعبروا رفقة المنتخب من مدينة القناة نحو المربع الذهبي بامتياز. وعبر الوطن خرج جزائريون الذين كانت قلوبهم معلقة بملعب السويس للتعبير عن فرحتهم وامتنانهم لرفقاء بونجاح، حيث امتلأت الشوارع عن آخرها وتزينت بالراية الوطنية. فرحنا الفريق الوطني والله غير فرحة، الناس راهي تبكي، نساع جايز كبار صغار راهم يبكيو، الحمد لله يا ربي. وراني بزاف فرحانة سخت كي جيتي معهم كاع وما تزعي في فالجيري. جبنا لكم ان شاء الله ودوبلوها في فالجيري ان شاء الله يا ربي ندوب لكم العام تاعنا. انا في الحريم في الجزائر، انا والله من الصباح راني ندعي من الصباح.
ان شاء الله ندوها ان شاء الله ان شاء الله مبروك علينا ولا حب لكم ان شاء الله ان شاء الله ندو الكاس ندوز يا من تما ان شاء الله مبروك علينا لا فيكتوار ان شاء الله نديو لا فينال ان شاء الله ناوي لا فينال ان شاء الله بون تاع كرو الجوار اليوم ما كانش مليح من البروشان ماتش بون تاع خويا وانتو دري في لاجيري صحا جيرنا تاع عزيز تحيا في لاجيري وانتو دري في لاجيري في لاجيري كما غمرت الفرحة أفراد جاليتنا في مختلف المدن الفرنسية بعد تأهل الفريق الوطني في باريس وضواحيها ومرسيليا وليون وغيرها من المدن. مشاهد والفرحة تتكرر حيث أخرج فور وتأهل الخضر الجالية الجزائرية خرجوا إلى الشوارع احتفالا بهذا الإنجاز الكروي الكبير. ومتابعة لأجواء العرس الكروي قبل وأثناء المباراة رافق التلفزيون الجزائري المناصرين الذين تابعوا المقابلة عبر الشاشات العملاقة. الزميلة وهيبة بالحواء كانت من بين الحضور وعادت بهذه الصور المعبرة. للتذكير فإن مباراة الدور نصف النهائي ضد منتخب نيجيريا ستلعب الأحد المقبل بملعب القاهرة الدولية على الساعة 8 بتوقيت الجزائر وستنقل مباشرة على القناة الأرضية. نتمنى أن تتكرر هذه الصور الأحد المقبل بإذن الله. للجمعة 21 على التوالي خرج المتظاهرون موشحين بالراية الوطنية مطالبين بإقامة دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة ومواصلة مسار مكافحة الفساد. شوفي بريميرمون نضحي القايد صالح نقول له يرحم والديك يا واش راك دير بوزات نوتر اسبوار سي راسابو بوزابي صوبير الجيري اللي زاني تاع الجيري راهم من هنا سي سون دي جون كي بير با لا بي وما يحبوا حتى حاجه وصالح قايد يرحم والديك ويعطيك الصحة بوزاب يديغاش با مدام سي تان نوم راجل
تحيا الجزائر وإلى رني إلى صوبين لوتر بي. الحمد لله يا ربي الحمد لله. ولا الحال هادو ما تعطاورتين هادو اللي داو الدرهم تاع الاخر هادي اللي مليحه منايا. حنا واش نطلبوا؟ نطلبوا يدخلوا الاموال هادو ما اللي خرجوا منها، وما دابنا يكون رئيس شرعي منايا كون فال الاخر الدرهم هادو ما انا في الخارج. اما المكاسب فهي مكاسب ثمينه جدا. تحيا الجزائر. انا نطلبوا في العداله، انا نطلبوا قايد صالح. انا الشعب جامعه، حنا قاعدين مع الجيش، راني مع قايد طالع، انا واحد من الشيء راني معاه، والشعب كاع راه معاه. نحينا غير الحقارين برا، نحينا الحقارين، رانا مع قايد صالح، مع الجيش الشعبي الوطني. بدات تسقم ان شاء الله، وقايد صالح يعطيه الصحة، بدات تسقم البلاد ان شاء الله، وان شاء الله خاوة ان شاء الله، اليد في اليد، ان شاء الله نقعدوا كاع خاوة ونتماسكوا ان شاء الله. الشعب لازم، الشعب يوقف تانيتك في الانتخابات، الشعب لازم يراقب. كعنا دي جون ما شاء الله يراقبوا الانتخابات. يد وحده ما كاش منها، هذه يد وحده راك تشوف يا اخو، ومن بعد ادخل في الاخر يد وحده. علم واحد خويا، علم واحد، عندنا علم واحد، عندنا علم واحد، خضر وبيض ونجماوة هلال، هذا واش كاين خويا. حراك اليوم راه واقف الله يبارك، ورانا واقفين الحمد لله ان شاء الله يا ربي. الافراح جات متتاليه، ربحنا البارح ان شاء الله الماتش، وان شاء الله ندو لاكوب، وان شاء الله نزيدو تسقم البلاد، وان شاء الله الفاسدين كاع يروحو يتنحاو كاع. وخاوة مازلنا واقفين، وعلم واحد وحراك واحد ان شاء الله. ورانا هنا ان شاء الله حتى نبى الحق، وكل واحد يدي حقه. ماذا بينا حنا اللي جان واحد كره خدام مع دروه، خدام مع الدوله ويخلص بها، علاش نروح نحرق ولا ما على باليش. حنا عندنا بلاد وحده وعندنا علم واحد، ورانا مع الجيش قلب ورب بالحفا، رانا مع الجيش الوطني الشعبي، ويعطيهم الصحة على الشيء اللي هم يديروا فيه، وإن شاء الله دوقة فيها خير. وتحيا القناة الأرضية الجزائرية. على كل مجريات المسيرات السلمية عبر ولايات الوطن تتابعونها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة، أوقفت أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية حسب بيان لوزارة الدفاع الوطنية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من تمن رصد وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وجنات بالناحية العسكرية الرابعة 14 مناقبا عن الذهب، وحجزت 6 مركبات رباعية الدفع و49 مولدا كهربائيا و33 مطرقة ضغط و44 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب وثلاث آلات لتكسير الحجارة. وفي السياق نفسه، أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات، وحجزت 2581 قرصا مهلوسا وسيارة سياحية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة، فيما تم حجز 3429 لترا من الوقود موجها للتهريب بكل من سقراس تبسة وطرف بالناحية العسكرية الخامسة. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 22 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت بالناحية العسكرية الثانية وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة. دوليا، أدانت الجزائر اليوم الاعتداء الذي استهدف جمعا من المشيعين بمقبرة بمدينة بنغازي شرق ليبيا، مخلفا عددا من القتلى والجرحى. واستنكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها الأعمال التي من شأنها ترويع الليبيين وتهديد السلم والأمن في هذا البلد الشقيق، مجددة وقوفها وتضامنها مع الشعب الليبي، ودعوتها في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف بكل أشكاله وسلوك سبيل الحوار الشامل للوصول إلى حلول توافقية مستدامة تضمن وحدة ليبيا وسيادتها. هذا وأسفر الاعتداء عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح 33 آخرين الليلة الماضية في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبا جنائزيا لأحد قدماء جنود الجيش الليبي السابق. التفجير هذا هو الأول من نوعه الذي تشهده بنغازي
منذ آخر تفجير في ماي العام الماضي والذي خلف مقتل 17 أشخاص. إلى أجواء موسم الاصطياف والدورات التخييمية الموجهة لفائدة أطفال ولايات الجنوب، حيث استفاد أطفال بشار من مخيم صيفي بعين تيموشنت بتسخير كل الإمكانات لضمان عطلة ممتعة. رشيدة بن عياد. في خطوة نحو اكتشاف زرقة البحر والأجواء اللطيفة لفصل الصيف بالمناطق الشمالية، أطفال بشار يستفيدون من مخيم صيفي نحو شاطئ بني صعفة. أنا فرحان نمشي المخيم الصيفي، حوسو نبدل الجو، نتعرف صحاب جدد. أنا فرحانة نمشي لبني صعفة نتعرف بصحاباتي ونمشو لبلايص جداد. أول مرة نمشي للمخيم الصيفي وأنا فرحان بزاف. العام يديروني معاك الفرصه للاطفال باش يفوجوا شويه في هذا الصيف. اليوم جينا نرافقوا ولادنا باش يروحوا المخيم الصيفي، وحاجه مليحه داروها لنا هنا في بشار. 150 طفلا في هذه الرحله الاستكشافيه تضم اطفال بلديات بشار والمقاطعه الاداريه بني عباس من عمال ولايه بشار والفئه المعوزه. قمنا بعمليه للدوره الاولى التي هي ستنطلق الان، كما ان هناك 15 طفل سيلتحقون بوهران بالمرسى الحجاج، وهذا من ذوي الحقوق. أجواء بهجة ترسمها فرحة هؤلاء الأطفال لربط صداقات جديدة والتعرف على أماكن سياحية جميلة بغرب البلاد. والعطلة الصيفية بالنسبة للأولياء فرصة يحرصون فيها أيضا على تلقين أبنائهم القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي من خلال المدارس القرآنية المنتشرة عبر ربوع الوطن، والتي تشهد إقبالا كبيرا للأطفال خلال العطلة. العينة مدرسة مسجد الفرقان بباب الزوار مع سهام سرزوكة. يستقبل مسجد الفرقان بباب الزوار خلال كل فترة صيفية قرابة 100 طفل في الأطوار الابتدائية المختلفة لتلقينهم القرآن الكريم. ذوي علموا فينا قرآن، تحفظ القرآن ودروس تدعيمية يديروها لنا باش نستفادوا أكثر ويعودوا عندنا معلومات أكثر، وعندنا منشودات متن بن عاشر اللي هو عبارة عن متن نحفظه فيه 317 سطر. حفظت الرحمن الواقعة ودكاني في الحديث بقتل المجادلة ومكمل. شهر جوا غير ياخذوا تلاميذ العطلة تاعهم، ياخذوا العطلة تاعهم منا يلتحقوا بالمسجد منا. ندير لهم إعلان في المسجد نهار صلاة الجمعة، ومن بعد الأمهات كاع كي يقراوا الإعلانات هذوك يبعثوا أبنائهم للمسجد، والدورة هذه فيها شهر. فتحنا مدرسة قرآنية وقمنا بدورة مكثفة من أجل تحفيظ القرآن الكريم. هذه الدورة كانت عبارة عن أيام دراسية مكثفة للتلاميذ لكل الفئات العمرية من التحضير حتى إلى الثانوي. هذه الفئات العمرية كان فيها إقبال كبير جدا من طرف التلاميذ الذين لقوا يعني ملاذهم في حفظ كتاب الله وتدارسه، وأيضا بالإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم. إلى جانب حفظ كتاب الله عز وجل، تعمل المدرسة على تدريس القواعد الأساسية للرياضيات، حيث تعمل هذه الأستاذة المتطوعة من ولاية خنشلة على تدريسهم الحساب الذهني. 20 سنة هنا في التعليم رياضيات، يتخرجوا على يدي أجيال ما شاء الله، الحمد لله نشكره، ومن بينهم أبنائي، بديت بأبنائي وبعد أبناء المسلمين. بعد جاتني فكرة، استأذنت الأستاذة من لعملية الحساب الذهني لأبنائي. أحسن ما يقعدوا في الدار ولا يقعدوا مع الطابلات ولا يقعدوا يلعبوا لبرا، أحسن يجيو لهنا يقراوا عندهم ساعة حساب ذهني وساعتين وساعتين قرآن. مدرسة مسجد الفرقان على مستوى العاصمة هي عينة من المدارس القرآنية عبر الوطن التي لها دور كبير في التنشئة الحسنة على قيم الدين الإسلامي. بهذا نصل إلى ختام نشرة، نمر الآن إلى التذكير بالعناوين. الخضر في المربع الذهبي بعد الإطاحة بفيلة كوت ديفوار، والفرحة تغمر قلوب الجزائريين.
مشجعو المنتخب الوطني يصنعون الفرجة داخل الوطن وخارجه، ووزير الشباب والرياضة يعلن عن إمكانية نقل المزيد من المشجعين لمساندة محاربي الصحراء. شكرا على كرم المتابعة في منطقة.